السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، يوم تجث كل أمة في دياجير الملمة يسألون عن المهمة هل أجبتم الرسول. يومها ماذا نقول؟ يومها ماذا نقول يا شباب؟ تخيل لو واحد نظره ضعيف جدا ولبس نظارة كعب كوباية، ما يعرفش يتحرك من غيرها، ما يعرفش يشوف من غيرها، وفجأة خدنا منه النظارة، هيمشي وسط العربيات من غيرها، هيمشي في الطرق من غيرها، هيسافر هيتحرك من غيرها. تخيل، هيعرف يتحرك؟ هيعرف يمشي؟ أهو حال الرجل ده زي حال كل واحد مننا من غير القرآن؟ لو النظارة بتاعت القرآن اتخذت مننا، لو نظارة الدين اتخذت مننا، يا اخوانا من غير الدين مش هنقدر نشوف اي حاجة صح. على فين يا مصر؟ من غير الدين، من غير ما شباب مصر يرجع للقرآن وللدين، مش هنقدر نشوف اصلا خط السير صح. يا اخوانا، لما كلمتكم عن كلمة اوباما عن الشباب المصري، لما قال يا ريت شباب امريكا يتربى زي ما تربى شباب مصر، يعني ايه؟ شباب مصر اللي كان امبارح بيقلد شباب امريكا في تصريح شعره، بيقلد شباب امريكا في لبسه، بيقلد شباب امريكا في الاغاني اللي بيسمعها، وممكن يكون كتير منهم مش فاهم معناها. النهاردة شباب امريكا، شباب مصر، هو اللي نفسه يهتم بيكو، هو اللي نفسه يقلدكو، هو اللي نفسه يبقوا زيكو. يعني ايه لما يكون واحد صوته جميل يقولك خسارة ما غنيش؟ ليه؟ خسارة موهبته تضيع، انت خسارة شبابك وطاقتك وفكرك، خسارة اللي لما قمت مرة هزيت العالم كله، خسارة موهبتك دي وطاقتك دي تروح لغير دينك ولغير امتك. يا شباب يا بنات، انا الوقتي بكلم اي شاب واي فتاة واي مسلم على وجه الارض، انا بكلم، مش بكلم بس الشباب الملتزم، بكلم شباب الجامعة الأمريكية، الألمانية، الروسية، البريطانية، الفرنسية، شباب الشروق، شباب الرحاب، شباب مصر، شباب القصر العيني، شباب الصعيد، شباب مارينا وكل البرتقات اللي في الدنيا، شباب اسكندرية على شاطئ اسكندرية في الصيف، شباب جامعات في ساحات الجامعات وقت الظهر، أنا بكلم الكل يا شباب. يا أخوانا يا جماعة، لو كان شباب التحرير قالوا يا رب غير النظام من غير ما ينزلوا التحرير، ما كانش في حاجة اتغيرت، ما كانش في حاجة حصلت. يا أخوانا لازم يكون في إيجابية، لازم الشباب يبقى له دور. هو الاسلام دين الاخوان والسلفيين؟ لما كل الجرايد يقولوا الاخوان عملوا، السلفيين قالوا، الاخوان عملوا، السلفيين قالوا، هو الاسلام دين الاخوان والسلفيين؟ الاسلام ده ديننا كلنا، دينكم يا شباب. انت ليه سايب مسؤولية الدين لغيرك؟ انت لازم تشيل هم الدين، انت لازم تشيل قضايا الدين، لازم. يا اخوانا لما لقيت شباب قاعدين يعكسوا البنات ويبصوا البنات، قلت لهم سبحان الله يا اخوانا يا شباب، يعني المسلمة حافظة 13 جزء، ليه مسلمة حافظة 13 جزء من القرآن؟ يغتصبها 9 من الجنود الامريكان في ابو غريب وتقعد تخبط راسها في الحيطة لحد ما تقتل نفسها، ليه؟ انت مشغول في ايه؟ واحدة تانية تقول احنا ما عدناش عايزين منكم رجال يجوا يدافعوا عننا، عايزين حبوب منع حمل حتى لا نحمل من جنود الكفار. يا اخوانا عشان ايه؟ عشان ايه مشغولين بايه؟ الشباب مشغول بايه؟ مشغول عن ايه؟ لو قلنا الجندي امريكاني يعني انت ليه بتعمل كده في المسلمات، هيقول لك ايه؟ هيقول لك اذا كان المسلم ما رعاش حرمة المسلمة، اذا كان المسلم ما حفظش حرمة المسلمة. يعني الليلة باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتكلم ان دينكم بيتحارب يا شباب، دينكم بيتحارب، امسك ودانك. ليه؟ اصل جنبك سلفي، جنبك واحد ملتزم بدين الله، يبقى امسك وداني، يبقى اخاف منه ازاي يا اخوانا؟ واخيرا جت قصة النقاب كمان، قصة النقاب. يا عم الشيخ، حكم النقاب ايه يا عم الشيخ؟ لا يجوز، لا يجوز. ليه عم الشيخ؟ لان الامام مالك قال عليه مكروه. طب الامام مالك ما قالش على الاستريتش مكروه، والامام مالك ما قالش على البادي مكروه، والامام مالك ما قالش على قصص الحب الساخنه في الجامعه مكروه؟ ايش معنى ده اللي ما يدخلش الجامعه يا عم الشيخ؟ اصل المكتوب على الجبين يجب ان تشوفه العين، ولو البنت غطت وشها ازاي هتشوفه العين يا عم الشيخ؟ والامام مالك هو قال كده فعلا؟ امام اهل السنه اللي امتدح لبس امهات المؤمنين يقول عليه كده ازاي؟ وفين
وبأي منطق يا اخواننا يا شباب، دينكم بيتحارب، دينكم بيطعن فيه. انا بتكلم دلوقتي كفاية ظلم، كفاية ظلم من الاسلام في بلادنا، كفاية ظلم وبعد عن الاسلام في بلادنا يا اخواننا. سنين سنين، واللي بيسترتش بتدخل الجامعة على راحتها، واللي منقبة هي اللي بتحجز واللي بيرتب فيها. سنين، واللي داخل حفلة من حفلات الاغاني بتفتح له الابواب، واللي داخل عشان يدعو الى الله في الجامعة بيرتب فيه. سنين، واللي عايز يعمل حزب ضد الدين، بل احنا عندنا في مصر هنا حزب شيوعي وعادي والدنيا مفتوح شوية. انا غير مؤمن بوجود الله، ملحد والعياذ بالله، في حين ان انت او اغلبهم بيبقى كذلك. وفي حين ان انت لو عايز تعمل حاجة دينية ما انتش قادر. سنين يا اخوانا، ممكن تتلغى القنوات الفضائية كلها بجرة ألم. سنين واحنا عايشين في الظلم ده. دولة اسلامية وبيتفتح فيها بيوت الخمرة ببلاش، او بمعنى ادق يعني بترخيص، دولة اسلامية وبيوت القمار فيها بالضرائب، دولة اسلامية والنايت كلابات مفتوحة. ازاي يا اخوانا؟ كفاية ظلم، كفاية ظلم. الواحد بيلف في الدنيا كلها، يعني من يوم ما الثورة قامت لحد دلوقتي يبقى 80% من المدن بتاعت مصر والجامعات والناس كلها عايزة دي. الناس كلها مؤمنة بالله، حتى اللي بيعصي ربنا قلبه مليان ميل لدين ربنا سبحانه وتعالى. درس الليلة عن أكبر هولوكوست، أكبر هولوكوست في التاريخ. درس الليلة عن أكبر قصة ظلم كانت موجودة في هذه البلد بل في الدنيا كلها. درس الليلة رسالة لكل إعلامي. أنا ما بقولش إن كل الإعلاميين كده، في إعلاميين شرفاء وهنتكلم عنهم إن شاء الله، في إعلاميين شرفاء بيقولوا كلمة حق مهما اختلفوا معاك فكريا. إنما للأسف إعلاميين كتير يا إخوانا يقولك أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا اللي سكتوا ليه؟ أنتوا اللي سكتوا على اللي بيحصل للملتزمين والملتزمات ليه؟ أنتوا اللي سكتوا على حرب دين ربنا ليه؟ يا كل مدون على الانترنت، يا كل واحد معاك موقع اخباري، يا كل واحد صحفي في جريدة معارضة او جريدة حكومية، يا كل واحد او واحدة بيقدموا برامج توك شو، يا كل واحد معاه صحيفة، سكتوا ليه؟ سكتوا ليه يا جماعات حقوق الانسان؟ مش المفروض دي حقوق؟ دفعتوا عن كل الحقوق اللي حق الاسلام ليه؟ دفعتوا عن كل الحريات اللي الحريات الدينية ليه؟ دفعتوا ووقفتوا في وجه اي ظلم الا الظلم اللي كان على الملتزمين ليه؟ يا اخوانا درس الليلة وقفة. احنا قلبنا نزف على 800 شاب ضحوا بنفسهم عشان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. اشتروا حرية 80 مليون، 800 اشتروا حرية 80 مليون، ولكن احنا ناسين 60,000 واحد، 60,000 مأساة، 60,000 بطل ضحوا بنفسهم برضه عشان الدين ده، عشان ربنا، عشان من اجلك يا فجر الاسلام. دلوقتي النظام السابق موجود في بورتو تورا، قاعد في بورتو تورا اللي كانوا لسه من 5 شهور صارفين عليه 70 مليون جنيه عشان يعملوا فيه زنازين خرسانية حديد عشان الملتزمين هم اللي يقعدوا فيها. سبحان الله، مين اللي سكنها؟ مين اللي قاعد فيها؟ اخواننا يا اخواننا احنا عايزين نتكلم. لا انسى ابدا ابدا قصة واحد من اعلام الدعوة عندنا، وجم عشان ياخدوه، جاء الظالمين عشان ياخدوه، فالبيت بتاعه في وشه على الرصيف التاني بيت اكبر تاجر مخدرات، فهم طالعين في الراجل البواب مش قادر يتخيل ان هم رايحين لده وسايبين ده، فقال لهم لا 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 ده انتوا غلطانين، ده الراجل اللي في الوش. فقعدوا يبصوا له كده ويضحكوا وطلعوا مكملين. سبحان الله العظيم. ولما جاءت التهمه كانت التهمه العمل لعوده شريعه الله، القاضي بيقول له ايه رايك؟ قال له دي مش تهمه، ده صحيفه شرف، ده صحيفه شرف للي عايش حياته. عشان كده فعلا اخواننا في الله، يعني كتير بيقولوا لنا انتوا كنتوا فين؟ ما شافوناش في ساقيه الصاوي، بالتاكيد ما شافوناش بنتكلم عن ربنا قدام كارفور، بالتاكيد ما حدش منهم شافنا واحنا بنخطب خطبه الجمعه في مسجد من مساجد ارض الجولف، بالتاكيد ما شافوناش في سيتي ستارز، بالتاكيد لما اللي هقوله لكم ده تعرفوه هتعرفوا ان بالتاكيد ما كناش نقدر ان هم يشوفونا في الاماكن اللي هم حابسين نفسهم فيها ومتحوصلين على نفسهم فيها. يا اخواننا يعني بورتو تورا اللي الوقت النظام السابق كله قاعد فيه، بورتو تورا ده اللي حصل فيه ايه؟ اللي كان فيه ايه؟ الناس دي جايه مكان مين؟ اول ما بتدخل او اول ما اي ملتزم من الملتزمين كان بيدخل، اول حاجه بيسمعها كلمات القهر، اول حاجه بيسمعها كلمات مفيش انسان عنده عقيده يقدر يحتملها. يعني واحد من ضمن الظالمين كان بيقول لواحد وبيحرق له دقنه، بيقول له لما تقابل، لما تعدي على الصراط يوم القيامه هتقابل فرعون، هتبص في النار تحتك كده تشوف فرعون، قول له يا فرعون انت سبت رجل
رجالة بيصدوا عن سبيل الله. تخيلوا مشاعر ده ايه، انتماء البلد وبعد كده ايه، والجريمة اللي عملها ايه، ليه، والاعلام سكتوا ليه، سكتوا ليه؟ ده المحور بتاع حلقتنا النهاردة. انا اساسا بكلم اعلامنا، بكلم اعلام المصري اللي بيوجه دول كتير قوي في العالم، عارف ان في شرفاء، عارف ان في ناس بتقول كلمة الحق، ولكن انا بتكلم معظم الاعلام بتاعنا سكت ليه على اكبر قضية ظلم في الدنيا، سكت ليه على تأييد الحرية بتاع الدين ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا يعني واحد بيقول لشاب وبيعذبه، بيقول له لو ربنا بتاعك جه هحطه في الزنزانة اللي جنبك والعياذ بالله. واحد تاني وبيعذب شاب بيقول له فين ربنا، فين ربنا، مش انت بتقول يا رب فين ربنا بتاعك والعياذ بالله؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى وراهم آية، ربنا ورانا القرآن قدام عينينا. واحد تاني وبيعذب شاب من الملتزمين، فالشاب بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، قال له اسكت مش طلعت إشاعة. سبحان الله، بيستهزئ بكلام الله. واحد تاني وشاب داخل عليه قال له خد بالك محسوبك فلان بقالي 15 سنة بصد عن سبيل الله، بيحطموا نفسية الملتزمين. كل ده كان بيحصل، ده كلام بس، ده لسه مفيش افعال، ده لسه مفيش كلام. يا اخوانا شاب من الملتزمين بيقول لواحد من الظالمين وهو في سجنهم بيقول له انا عايز اصلي ركعتين، قال له صلاة ايه وزفت ايه، هو انتم ما وراكوش غير القرف ده، صلاة ايه قرفتونا. واخذ يسب ويقول هنسب في الصلاة وفي اللي عمل الصلاة ولا يهذو بالله. هذه كلمات اللي الشاب اول ما بيدخل بيسمعها. بعد كده يا اخوانا حتى الاطفال، الاطفال في الهولوكوست، لكل واحد عامل لدين ربنا، لكل ملتزمة كانت بتسعى لنصر دين ربنا شمل الاطفال. يعني واحد من الدكتور طبيب وخدوه وعايزين يقول الكلام اللي هم عايزينه، عملوا فيه ايه؟ انا بقول الكلام ده ليه يا اخوانا؟ يا اخوانا احنا مش ارهابيين، يا اخوانا احنا مش متطرفين، احنا بنؤمن ان مصر نهيل كل مصر من المصريين، ان مصر دي للمسلمين وغير المسلمين اللي عايشين عليها. بنؤمن ان لازم كلنا نبقى ايد واحدة، سلفيين واخوان وصوفيين غير قبوريين. لو قبوري بيقول مدد وبيطوف حوالين القبور ده هعمل معاه ايه؟ انما صوفي بمعنى العبادة والتزكية والاخلاص لله سبحانه وتعالى. البلد دي بلد كل مخلص، بلد كل شريف، بلد كل مواطن عايز ينمي البلد دي ويزقها قدام. احنا مش متطرفين، بس احنا عايزين نعرف الدنيا كلها حقنا، نعرف الدنيا كلها احنا كنا فين، نعرف الدنيا كلها سكتوا ليه، نقول للاعلام بتاعنا سكتوا ليه، نقول للناس اللي متأثرة بالاعلام بتاعنا هو جاي يكمل منظومة الظلم علينا. طب اسألهم بس كانوا فين وسكتوا ليه، وكان ذنبنا ايه، وكانت جريمتنا ايه ان نقول ربي الله. طفل من الاطفال، الدكتور ده دخل عشان يعذبوه، عشان يقول ما يريدون. سبحان الله، دخل لامراته وبنته اللي عندها 3 سنين قاعدين في اوضه التعذيب، بداوا يستخدموا الكهرباء يكهربوا الطفله اللي عندها 3 سنين، يكهرباها تجري على ابوها، يقوموا مكهربينها تجري على امها، يكهرباها تجري على ابوها وقلب الاب بيتقطع. بعد كده بداوا يكهربوا زوجته، ما سابوهمش غير لما رمى يمين الطلاق على زوجته، قال لهم ما عادتش مراتي خلاص، طلقها عشان يخلصها مما هي فيه. ده مع الاطفال يا اخوانا، مع الاطفال. هنقول لامريكا ايه؟ هنقول لليهود ايه لما يضربوا اطفال غزة بقنابل الفسفور؟ هيقولوا طب وانتوا عملتوا في اطفالكم ايه؟ عملتوا فيهم ايه؟ ملتزم من ضمن الملتزمين وقاعد مقهور ومتعذب. انا عايز اثبت قصص الظلم، انا عايز اثبت اللي حصل يا اخوانا، انا عايز ده ما يتنساش، انا عايز كل شاب وكل بنت في جمهورية مصر العربية من فوقها لتحتها يعرفوا الكلام ده، يعرفوا اللي حصل، يعرفوا ما يغيبوش على الواقع، يعرفوا اللي قالوا ربنا الله كان بيحصل لهم ايه، عشان نوصل لكم الدين يا شباب، عشان انت تعرفي دينك، مش عشان حكم. والله يا اخوانا لو حكم ما حدش يصبر على اللي كان بيحصل ده، انما عشان ربنا ونعيم الاخره. يا اخوانا طفل من ضمن الاطفال، اب وهو بيبكي مقهور في زنزانه من الزنازين، فواحد من الدعاء حبايبنا اللي بيجوا هنا كان معاه، فبيقول له في ايه؟ قال له انا ابني قدامي الظالم مسك مسدس وضربه بطلقه في دماغه، مخ ابني لقيته على الترابيزه قدامي، قتل ولقيت مخه على الترابيزه قدامي. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. من شده مشاهد العذاب مهطعين مقنعي رؤوسهم في قمه الذل لا يرتد اليهم طرفهم، كل ما يشوفوا اصناف العذاب اللي مستنياهم يترعبوا وافئدتهم هواء
قلوبهم اتخلعت من صدورهم من شدة الرعب. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. انتوا مش كنتوا بتقولوا ان محدش يقدر عليكم ان سلطانكم هيزول؟ اهو النتيجة ايه، النتيجة ايه والعياذ بالله. يا اخوانا معجزة 25 يناير عملت ايه؟ ما قبل هذا التاريخ كان بيحصل ايه؟ كان ايه اللي بيحصل؟ ده للاطفال. امال للنساء؟ للنساء لما واحد يدخل عايزين يقول كلام معين يعلقوه على حاجة اسمها العروسة كده حاجة كده، ربنا ما يوريكوا هذا الامر، يفاجأ ان وراه زوجته معلقة يا تتكلم يا اما زوجتك هتنال نفس التعذيب. الملتزمين كانوا يقعدوا في مكان يسمعوا صراخ النساء وهم مش عارفين الصراخ ده جاي منين وكلهم مكبلين مش عارفين يعملوا حاجة. كانوا ممكن يهددوا واحد ان هم يغتصبوا زوجته لو ما قالش اللي هم عايزينه. يا اخوانا سبحان الله سبحان الله، تالله تالله ما الدعوات تهزم بالأذى. قسما وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي القيدة ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني النور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. إخواننا في الله سبحان الله العظيم، حتى النساء أحقا أحقا أن مسلمة بها كبراءة الزهري تبيت عفيفة والليل يهتك سترة الطهري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الغدر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التحطيم في العظم وفي الظهر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالحجر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر. ليه اعلامنا اللي كان عارف كل ده وبيحصل سكت ليه؟ سكتوا ليه يا كل واحد جاي الوقت بتتكلم عن الاخوان والسلفيين والاسلام والشريعة ان انت بتتكلم عن الفكر وبتتكلم انت سكت وقتها ليه؟ واحنا كان ذنبنا ايه؟ باي جريمة؟ باي منطق يا اخواننا فينا ظنت ان الله ينام؟ في ناس ظنت ان الله سبحانه وتعالى لن يقدر على تغيير ما هو موجود؟ في ناس فقدت ثقتها بالله سبحانه وتعالى وظنت ان ربنا مش هيقدر يغير ما هو حادث وما موجود. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. في ظنت ان ناس ظنت ان ربنا بينام، ان ربنا لا يعلم ما يحدث، ان ربنا بيمهل ولكن يهمل. سبحان الله ربنا يمهل ولا يهمل. في ناس نسيت قول الحديث القدسي لما ربنا سبحانه وتعالى يحمل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع ويقول انا الملك اين المتجبرون اين المتكبرون. الله قادر. الله ورنا آية الله اعلم الناس كلها ان الله لا ينام وان ربنا عين الله لم تنمي. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يستمر الظلم لتعذيب وحشي لم يكن احد يتخيله ولا احد يتصوره. واحد من ضمن الملتزمين الابرياء وهو يريد ان هو يقول ما يشاء او يمضي على ما يشاء، واحد من الظالمين ضربه طلقه نار في رجليه وقعد يحفر بايديه في الجرح وذلك الملتزم هيموت من الالم هيجن من الالم لحد ما طلع ذلك الظالم شريان الرجل بتاعته وبدا يهدده ان هو هيقطعوا له. وفي وسط الالم ده طبعا نتشاء قول انت عايز اقول ايه اللي انت عايز اقوله هقوله. بعد كده بعد ما خد منه كل ما اراد انه يقوله قال له بص انا هديك فرصه تهرب، اهرب اجري انا مش عايز اشوفك، لو شفتك انت حر فلا يحصل لك. وخده في طريق صحراوي وفي نص الطريق قال له انزل اجري اترني في عربيه ثانيه وراهم بتصور المشهد. واول ما نزل يجري ضربه بالنار وقتله. وتاني يوم في الجورنال الارهابي يحاول الهرب ويحاول الاعتداء ويحاول ويحاول والناس ما هيش عارفة حاجة. الاعلام عارف بس كان بيقول كده ليه؟ سكتته ليه؟ كل جماعة من جماعة حقوق الانسان سكتت ليه؟ يا اخوانا القصص لا تنتهي. سيد بلال الله يرحمه اللي كبير الاطباء الشرعيين قالك ان دماغه بقى وزنها 2.5 كيلو، المخ بقى وزنه 2.5 كيلو، المخ من نص كيلو لكيلو او لكيلو 1200 جرام، 2.5 كيلو من النزيف الداخلي. ده واحد في مليون سيد بلال محدش يعرف عنه حاجة، محدش يعرف عنه حاجة. مين اللي عارف الناس دي؟ قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا مش أعددنا، العتاد مهما كان الذنوب والإجرام اللي عملوها هيتحاسبوا عليه، هيتحاكموا عليه. إذا زي تشاوشيسكو لما تحاكم وتحاسب في ربع ساعة بالظبط، في ربع ساعة الشعب بتاعه حكمه وحاسبه وأقام عليه العدل. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
زي ما كانوا بيحيطوا الناس في زنازين يتحبسوا في زنازين في جهنم، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول زي ما التانيين كانوا بيستغيثوا مفيش ميه ممنوع، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه. والعياذ بالله راحوا ياخدوا شاب من ضمن الشباب، فدخلوا على ابوه قالوا له عايزين فلان، قال للضابط طب تعالى، وده فتح له اوضه لقى ابنه بيصلي قيام ليل، قال له ده بيصلي، عايزين ده وسايبين اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. خدوه يومين قعدوا يعذبوه، وفي الاخر جابوه لابوه جثة بعد يومين، جثة بعد يومين. سكتوا ليه؟ وكل ده كان ليه؟ وكانت الجريمة ايه؟ وكان الذنب ايه؟ متر الوطن بكام يا شباب؟ متر الوطن بكام يا اعلام مصر؟ متر الوطن بكام يا مسؤولين مصر اللي كانوا بيبيعوا دينهم بدنيا غيرهم؟ كان ليه؟ وايه التمن؟ عشان كراسي فانية كلها زالت، كلها ضاعت، كلها راحت، عشان دنيا كلها خلاص بقت آية من آيات ربنا اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. الوضع اللي كان الكل متصور انه لا يمكن هيزول ولا يمكن حد يقدر يغيره، اهو راح يا اخواننا. سبحان الله، كان التعذيب الوحشي لو كان اللي في السجون دي يهود ما كانش اتعمل فيهم كده، لو كان ده في الغابات ما كانتش الوحوش عملت في بعضها كده. واحد ممن اعرف من افاضل الناس من الشيوخ ودخل هناك، فقالوا له معلش انت معانا لحد بعد الفجر وهنمشيك. فدخل وسط بقى اخوانه فبيقول لهم انا معلش يا جماعه بعد الفجر همشي. فقالوا له ليه؟ قال لهم اصل هم قالوا لي كده ان بعد الفجر هتمشي. فقعدوا يضحكوا، فبيقول لهم بتضحكوا ليه؟ قالوا له احنا جينا هنا من 13 سنه قالوا لنا 5 دقايق وهتمشوا. فبعد فالخمس دقايق 13 سنة انت بالنسبة لك قال لك بعد الفجر، يبقى ممكن تمشي بقى على نزول سيدنا عيسى عليه السلام من السماء ليطبق شرع الله عليه الصلاة والسلام. من ضمن من كتر التعذيب في ناس جنة، كام واحد جن اخ من ضمن الاخوة هناك من ضمن اللي كانوا في الهولوكوست اصيب بالجنون من كتر التعذيب. كان بيعمل ايه؟ كان بيصمم ان هو يقبض على القطط ويحبسها في شوال، قطة اتنين تلاتة، ويقعد يصرخ في الزنزانة ويقول القطط جالها افراج، افتحوا لها، القطط جالها افراج، يفتحوا له الزنزانة عشان الهياج العصبي اللي هو فيه، يفتح لاول قطة يقول انت جالك افراج اخرجي، وبعد كده التانية وانت جالك افراج اخرجي، يبص للتالتة يقول لا انت ما جالكيش افراج انت هتتحبسي تاني، ويبص لاخوانه يقول لهم اصل دي جالها افراج ودي ما جالهاش افراج. سبحان الله. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اه والله يا اخوانا، اه والله سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. كل اللي كانوا في بورتو ترى قبل ما يبقى المسؤولين هم اللي موجودين، قبل ما يبقى الجلادين هم اللي موجودين، كل اللي كانوا في بورتو ترى كانت جريمتهم ايه؟ كان ذنبهم ايه يا جماعه؟ تخيلوا كان ذنبهم ايه؟ واحد كان قاعد هناك بقاله سنين ليه؟ تخيلوا انه حلم انه بيضرب رئيس امريكا. الكلام ده وقائع حقيقية، اشخاص حقيقية، الموضوع ده لا يوجد في كل وقائع حقيقية. حلم انه بيضرب رئيس امريكا، واحد عادي عايش في الدنيا عادي حلم انه بيضرب رئيس امريكا. فقال الحلم للناس، الناس عرفته، وصل للظالمين استدعوه قالوا له قول الحلم بالتفصيل، قال لهم الحلم بالتفصيل. فبيقول له كان واحد معاه بيضرب رئيس امريكا، قال له اسمه ايه؟ والله ما انا عارف اسمه ايه ولا فاكر اسمه ايه، لازم تقول اسمه. يعذبوه لحد ما قال اسم اي واحد. خدوا الاثنين وحطوهم سنين. طب بيقول لهم ليه؟ قالوا له ما دام حلمت بيها يبقى انت بتفكر فيها. يا سلام، بيحاسبونا حتى على الاحلام. حينما تذهب للنوم تذكر ان تنام، كل صحو خارج النوم حرام، ودع المصباح مشبوبا ونام يا صديقي، كل ما يفعل دوما في الظلام هو تخطيط لاسقاط النظام. حتى الاحلام يا جماعه. واحد تاني كان بيهزر مع صاحبه، الاثنين بيهزروا مع بعض، فسجل اسمه على تليفون بن لادن، سجل اسمه بن لادن هزار زي ما اي حد بيهزر مع صاحبه. وقع في ايدهم التليفون، خدوا ده وخدوا ده وسجنوهم هما الاثنين. طب ليه؟ حتى الهزار حرام، الاحلام حرام والهزار حرام. واحد تاني كانوا مسمينه قتيل المحشي، كان شايل كرومبه كبيره وكان في وقت الرز جلت اسعاره 3 مرات. فواحد بيقول له انت تجيب رز منين للكرومبه ديت؟ قال لهم العداله الاجتماعيه بقى بتاعت بلدنا بسبب الكلمه ديت. خدوه وسموه هناك اخوانه جوه بيضحكوا معاه، سموه قتيل المحشي. مجموعه تانيه عملت عقيقه يا اخوانا، خدوها 7 سنين عقيقه. امال لو كانت وليمه فرح كانوا خدوها قد ايه؟ امال لو كانت حاجه اكبر؟ عقيقه. العقيقه خطر على الامن القومي، العقيقه خطر على امن البلاد. سبحان الله العظيم، ولائم الافراح الخمس نجوم والسبع نجوم في حفلات المغنيين هي اللي مش خطر. العقيقه عشان مرتبطه بسنه النبي عليه الصلاه والسلام.
خدوه. واحد تاني كاتب اسماء فريق كوره 11 واحد هيلعبوا في فريق كوره داخلين في دوره او في مباراه، دول اسماء التنظيم يا اخوانا والله فريق كوره. لا 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 يا اخوانا، وتحت التعذيب ده دول هم التنظيم. هقولهم لكم واقول لكم كل واحد فيهم كمان كان موقعه ايه. واحد تاني بيقول لك ده ضابط عنده صاروخ. يا نهار ابيض، الصاروخ ليه ده؟ جايبه منين ده؟ جابوا ازاي ده؟ اي واحد يعني خدوه. فبيقول له اعترف. اعترف بايه؟ كان معاك كام رصاصه؟ والله ما اعرف رصاص ده. قالوا له اعترف. قالوا كان معايا اربعه. ما هو عايز يخلص. قالوا له لا ما ينفعش. قال لهم طب 20. قعدوا يعذبوه. قال لهم طب 100. ما فيش فايده. قعدوا يعذبوه لحد ما اعترف ان كان مخبي دبابه في البيت. بس المهم ان هو يخلص من هو فيه. والعياذ بالله والعياذ بالله. ليه كل ده كان ليه يا اخوانا؟ يعني فكروك بقبل كده لما طلعت ايام رئيس سابق ان فار مسكوه على الحدود ما بين مصر وليبيا، فقالوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم انا بهرب. قالوا له ليه؟ قال لهم اصلهم بيقبضوا على الارانب في مصر. قالوا له طب انت فار، انت مالك؟ قال لهم ما على ما يعرفوا ان انا فار، ما على ما يتبينوا بقى ان انا فار. سبحان الله. بل يعني رئيس دوله كان قلع الرئيس اللي قبله نفسه في هذه البلد وهو بيقول ان ضاع منه ألم. يعني بيقول دعابه بقى، بيقول ضاع منه الألم بتاعه. فاتصل بقى بالمسؤول بقى بتاع الظالمين بقى، قال له الألم بتاعه اتسرق. قال له حاضر يا فندم اجيبه لك. فبعد شويه لقاه، فاتصل بيه قال له خلاص انا لقيت الألم. قال له ازاي يا فندم؟ ده احنا قبضنا على ثلاثه والثلاثه اعترفوا. سبحان الله العظيم. واحد عشان ماتش كوره فريق كوره، وواحد عشان بيقول لك صاروخ، وطلع في الاخر عارفين الصاروخ بتاع البلاط بتاع المبلطاتيه، او كله صاروخ وخلاص كله عندنا. واحد تاني بيقول انا اديت 2 جنيه تبرع لاسره فقيره، لقيتهم واخديني 2 جنيه. واحد طلب مني تبرع لاسره فقيره اديت 2 جنيه بسببها كل ده حصل. واحد تاني بيقول انا كنت بحفظ اطفال قران في المسجد، قالوا ازاي تحفظ اطفال قران من غير ما تقول لنا. واحد تالت كان بيحضر درس الواحد، اتضايقوا من اللي بيدي الدرس، قام واخدين كل اللي بيحضروا له. سبحان الله العظيم. واحد رابع يعني ورئيس الدوله ماشي في الحرم، قال له اتق الله، خدوه من يوميها وقالوا له انت بينك انت لن تخرج من هنا حتى يموت ذلك الرجل. خلاص عشان كلمه اتق الله، عشان كلمه اتق الله. ده كل ده ليه يا اخوانا؟ كل ده عشان ده حجج مضحكه، كلام مضحك والله العظيم، كلام يضحك يعني، كلام يموت من الضحك. طبعا هم عايزين ايه؟ ايه اللي هم عايزينه؟ شاب من ضمن الشباب بعد ما خرج من سجون الظالمين لقى نفسه بيسقط سنه ورا سنه ورا سنه، مش عارف يعمل ايه، بقى معدي 40 مش عارف يعمل ايه. فراح لذلك الظالم قال له انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ انا اتحطمت. قال له ما انا عايزك توصل لده، انا عايز احطمك، انا عايز اوصلك انك انت تتحطم. سبحان الله. هم ده اللي عايزينه. كانوا هما بيعذبوا اخواننا، يقولوا لهم احنا هنفضل وراكم لحد ما زوجاتكم يفتحوا بيوت بغاء وضعاره والعياذ بالله، ولحد ما انتوا تقعدوا على القهوه وتشربوا مخدرات والعياذ بالله. كانوا بيقولوا الواحد ديتك ايه؟ اقتلك ومحدش هيحاسبني ومحدش هيقول لي انت ثمنك ايه، وبعد كده هتترمى بقى في اي حته وخلاص. سبحان الله. شاب من ضمن الشباب خدوه على انه ارهابي وخطر على الامن في البلد، فلو الهارد ديسك بتاعه في افلام جنسيه قالوا له لا انت راجل معتدل امشي انت. واحد تاني قال لهم والله ما كنت بركعها، والله ما كنت بصليها، ده الدليل البراءه على طول، لو اثبت هذا الدليل يبقى هو بريء على طول. طب هم سبحان الله توحش يا اخواننا، والله توحش. يعني مقر من ضمن المقرات ينقل من مكانه الى مكان تاني. لما تيجي تعرف نقل ليه، اترن المنطقه السكنيه اللي هو فيها الاطفال بتوعها جالهم صرع، والاهالي اهاليهم رفعوا قضيه قالوا ايه؟ قالوا الاطفال دول الاطفال جالهم صرع من اصوات التعذيب اللي بيسمعوها طول الليل، فنقلت الى مكان تاني شبه صحراوي. واحد من اخواننا يعني جاله ذلك الظالم ليلا وقعد يعذب فيه، قال له طب قول لي انت عايز اقول ايه وانا اقوله. قال له انا مش جاي الليل اخد منك حاجه، انا جاي الليل اعذبك بس، انا وظيفتي النهارده جاي ان انا اعذبك. طب ليه بتتلذذ؟ قال له مش عايز منك، فضل يعذبه طول الليل وبعد كده اروح بيته، ما انا مش عايز منك حاجه النهارده. سبحان الله. واحد من دوله ثانيه سبحان الله العظيم يعني، وكان خارج بقى، فاحد الدعاه بيقول له هو خارج فرحان فرح رهيب، فقلت له انت افراج؟ قال لي لا مش افراج. قلت له امال ايه؟ قال لي ده هيسلموني للجيش الاسرائيلي. قلت له طب انت فرحان؟ قال له يا عم ارحم من هنا، ارحم من هنا. سبحان الله. دي بلدنا يا اخوانا. على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ عايزين يا اخوانا، عايزين انا عايز الاول اسال كل اعلامي، سكت ليه؟ سكتوا على الهولوكوست دي ليه؟ وعايز اسال ليه؟ كان ذنبنا ايه؟ كان ذنب الملتزمين والملتزمات ايه؟ وعايز اقول لكل واحد اللي بيقول انتوا كنتوا فين؟ وانتوا طلاب حكم ايه؟ هو ده حد يصبر عليه غير لوجه الله سبحانه وتعالى؟ هو ده
الجلسات الكهرباء اللي كانت بتتاخد لو اي حد حصلت له في الدنيا كان يصبر على ايه ولا كان يستحمل عشان ايه هذا التوحش في التعذيب. سبحان الله، من ايام ما اعدم الشهيد سيد قطب رحمه الله، نسأل الله ان يتقبله شهيدا، لما اعدم وجابوا الخبر بعد الفجر على طول في الإذاعة المصرية، جابوا خبر تم قبل الفجر اعدام سيد قطب، خلاص الموضوع خلص. بعدها على طول جابوا اغنية بسبسناو يا بسبسناو، الدنيا عماله تحلو. سبحان الله العظيم، احنا بقت الدنيا بيتلذذوا تلذذ تلذذ يا اخوانا. بعدها بشهور بعد اعدام ذلك الرجل البطل صاحب الظلال بشهور، تيجي نكسه 67 يتقتل فيها 100 جندي مصري، لدرجه ان كان اليهود يقولوا عايزين نعرف الضباط نعرفهم ازاي، يعطشوا الاسرى 3 ايام وبعد كده يفتحوا طنابير ميه، فالناس تيجي تجري يقولوا مستنوا الضباط يشربوا الاول، يجري الضباط يقتلوهم، عرفوا كده الضباط وقتلوهم. شويه عايزين نعرف حتى اللي بيقرا ويكتب نعرفهم ازاي، يسلموا ورق واقلام للضباط للمصريين ويقولوا كل واحد يكتب اسمه عشان الصليب الاحمر عايز يبعث لكم معونات ويشوف حقوقكم، اللي يمد ايده ويجي يكتب يبقى ده بيعرف يقرا ويكتب يقتلوه. بعد كده طلعوا على المستشفيات اللي في العريش، الجرحى ينزلوا عشان ننقلهم القاهره نعالجهم باصوات عربيه، الجرحى يتحملوا على نفسهم وينزلهم يلاقوا مجندات يهوديات بيحصدوهم حصدا وبيقتلوهم. كانوا بيجيبوا ال 100,000 جندي مصري، كانوا بيخلوا كل واحد يحفر القبر بتاعه عشان يردموه عليا اما حي يا اما بعد ما يقتلوه، لان ما عندهمش وقت يحفروا 100,000 قبر، ما عندهمش وقت يحفروا القبور دي كلها. واحد جاب العساكر المصريين حفروا نفق، بعد كده حطهم كلهم فيه وردموا عليهم، دفنهم احياء والعياذ بالله، دفنهم احياء. وكانوا بيجيبوا الاعراب هم اللي بعد كده يردموا عليهم ويرفضوا انهم حتى يصلوا عليهم صلاة الجنازة، ويرفضوا انهم حتى يصلوا عليهم صلاة الجنازة او صلاة الجنازة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني سكتوا ليه؟ سكتوا ليه؟ الوطن يا اخوانا، البلد دي عايزينها تبقى بلدنا فعلا، البلد دي ما كانتش بلدنا، ما كانش حد له كلمة فيها، عايزينها تبقى بلدنا، عايزين رأينا هو اللي يمشي البلد ده، هي فعلا صوتنا، صوتنا في اي انتخابات هو اللي يمشي البلد ده. سبحان الله العظيم، سبحان الله على المعجزة اللي حصلت ده، المعجزة العظيمة فعلا. ان الله لا ينام، والله ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ربنا مش غافل، ربنا مش غافل عما يحدث ابدا يا اخوانا. لما الملك رئيس البرامكة وكان له دولة كبيرة وكان ظالم، هو وابنه في الاخر زالت دولتهم وسجنوهم، فهو وابنه قاعدين في السجن زي اللي احنا شايفينه الوقت، فابنه بيقول له يا ابتي كنا ملوك ونحن الان في الاغلال، قال له يا بني انها دعوة مظلوم صرت الى الله بليل، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. دعوة مظلوم، كل دول امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم، كل دول كانوا بيدعوا بيستغيثوا بالله سبحانه وتعالى، دعوات مظلومين. عرفت يا اخواننا سبب نجاح الثورة؟ الشباب اللي نزلوا كانوا السبب، انما سبب النجاح، سبب تقبل ربنا وحفظ ربنا دعوات المظلومين ده، هم دعوات هؤلاء المظلومين. 60,000 بطل محدش بيتكلم عنهم ولا حد، انا بتكلم على بورتو تورا بس، ده لسه ده سجون كتير جدا. سيدنا يوسف في مصر دخل السجن، ما السجن ده اول مره في التاريخ كان عندنا في بلادنا، يا ترى كان في تورا ولا كان في العقرب ولا كان فين، يا ترى كان فين يا اخوانا، يا اخوانا. سبحان الله العظيم، أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني، هذا الخطاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران، لم يبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني، ستمر يا أبتاه لست أشك في هذا وتحمل بعدها جثماني، والكون من حولي هدوء قاتل والذكريات تمور في وجداني، ويهزني أملي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، أبتاه إن طلع الصباح بنوره وأتى يرودك بائع الألبان، سأكون بعد هنيهة متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان، ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما صنعته في هذه البلاد يداني. يا أخوانا كل واحد من دول، ألوف مؤلفة من دول، كان ذنبه إيه؟ كان جريمته إيه؟ عشان إيه؟ ذنب الألوف من النساء اللي اترملت وزوجهم أحياء كان إيه؟ كل واحد منهم هو بيتعذب ولكن صامد عشان دينه، أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت
ستظل تعمر أفقهم بدخاني وقروح جسمك وهو تحت سياطهم. أخ من إخواننا بيقول لي ادوني 56 ألم، أنا معرفش عدهم إزاي، بيقول لي كل ألم كان يطوحني في ناحية، بيقول لي ألم منهم طيال لي درس من دروسي. سبحان الله العظيم، ألم واحد بس وقال له اوعى ينزل نقطه دم من بقك. ازاي؟ بيقول الم واحد طيال لي درس من دروسي. انفاسك الحره وان هي اخمدت ستظل تعمر افقهم بدخاني وقروح جسمك وهو تحت صياتهم. قسمات صبح يتقيه الجاني، دمع السجين هناك في اغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان. حتى اذا ما افعمت بهما الربا لم يبق غير تمرد الفيضان. ان احتدام النار في جوف الثرى امرا يثير حفيظة البركان. وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان. اخواني ربنا ازاح الظلم، ربنا ازاح الظلم من يوم ما الشعب ده وقال لا. كل يوم الدنيا بتشتي، معدل الشتاء اللي هي اخ من اخواني عنده ارض زراعيه بيقول انا ما بروتهاش السنه دي. سبحان الله، مع كل مره الناس بتقول لا بلاقي الدنيا بتشتي، كان ربنا بيدينا علامه، بيدينا علامه انه مش هيعاقبنا بذنب الظالمين لو قلنا للظلم لا. لو قلنا للظلم لا، او البلد دي اتعلمت يعني ايه كلمه حق، لو البلد دي اتعلمت ازاي ان يبقى عندنا يا اخواننا كلمة الحق اغلى علينا من نفسنا واغلى علينا من حياتنا. لو فعلا اتعلمنا هذا الامر يا اخواني في الله، سبحان الله العظيم، كانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين ايه يا اخواننا؟ ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الم يسمعوا الى قول الله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، زي ما كانوا بيفتنوا الملتزمين والملتزمات، كم واحدة ما لبستش نقاب خايفة منهم، كم اب داس برجليه على رقبة ابنه عشان يحلق لحيته خايف منهم، كم مسجد اتقفل وكان عامر بالمصلين الشباب خايف من خوفا منهم، كم داعية منع وحجبوا النور بتاع دعوته عن الناس خوفا منهم، كم شاب مات على سوء خاتمة بسبب انهم حرموه من ان الدين يصلوا، كم يا اخوانا، وكم واحد وهو في السجن بتاعهم ابوه مات، وكم واحد وهو معاهم امه ماتت، وكم واحد خرج لابنه مات، وكام احد الدعاه بيقول لي انا ابني لما شافني قال لي يا عمو، بيقول انا كان قلبي هيتقطع، قلت له ما تجيبوليش زياره تاني، ما تجيبوليش زياره، مش عايز ازوره تاني. طفل تاني مسك في ابوه قال له ما تسيبنيش لازم تروح معايا. الاخوه كرهت ان حد من اولادها يزورها من كتر هذه المشاهد اللي لا تحتملها القلوب، لا يحتملها قلب. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كانوا يجيبوا واحد من الملتزمين ودوه في بلعه مجاري، مجاري صار في صحي، قالوا له اغطس بجسمك كله جواه، لازم يغطس بجسمه كله جواه، ده امر ما يقدرش ان هو ما ينفذوش. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، جنات ربنا بيبشر كل واحد صبر وكل اخت صبرت. سبحان الله، ان بطش ربك لشديد، اللي شفناه الوقت انه هو يبدئ ويعيد، يبدئ دول وينهي دول، وهو الغفور الودود، حتى للي كان ظالم قبل كده بس لو تاب واصلح فعال لما يريد. سبحان الله العظيم، سبحان الملك، سبحان الملك القدير اللي ارانا مشاهد قدرته. سبحان الله رب العالمين، قبل الثوره بيوم واحد من هؤلاء الظالمين بيقول لواحد من الدعاء، بيقول له بعد اسبوعين مش هتلاقي واحد ملتزم في الشارع، بعد اسبوعين ولا واحد منهم اللي كان ماشي في الشارع. الله قادر، الله كبير، ربنا بيدافع عن دينه، ربنا بينصر دينه. انتوا فين يا شباب؟ انتوا فين يا أمة محمد؟ ربنا بينصر دينه، ربنا بيقول لكل واحد دافع عن دينك، انصر دينك، دينك بيتحارب، دينك بيتعرض للخطر. ساكتين ليه؟ كل واحد في الأمة يقدر ينصر الإسلام، ساكت ليه؟ كل واحد صوته أو موهبته أو طاقته أو شبابه أو مركزه يقدر ينصر بيه دين الله، ساكت ليه؟ ساكتين ليه؟ قصص التعذيب الوحشية، أخ من إخواني بيقول لي وهم بيعذبوه بالكهرباء كان بيشم ريحة الشياط بتاعة احتراق لحم جسمه وهو بيتعمل بالكهرباء، كانوا يجيبوا صفين كراسي يقعدوا عليهم اللي بيعذبوا ومعاهم سلوك الكهرباء، ويجيبوا الملتزمين ويربطوهم من وراء ايديهم بقيود ويقعدوا يكهربوا فيهم وهم عاجزين مش قادرين يعملوا حاجة، مناظر الحروق في أجسامهم حتى الآن، ما كانوش يقدروا يمسكوا بعد هذه الكهرباء أي حاجة بإيديهم خلاص.
خلاص الأعصاب بتاعتهم تلفت وباظت. سبحان الله العظيم، طول المدة أب هناك، ابنه دخل وابنه طفل، بعد سنين الراجل بقى راجل عجوز خلاص، دخل شاب من الشباب مع الزنزانة. ده حصلت وقائع بورت الطرى يا إخوانا، دخل مع شاب من الشباب في الزنزانة. سبحان الله العظيم، قعد يتعرف عليه، قال له ده انا والدي كان معتقل ومن زمان وانا ما اعرفش عنه حاجه، قال له انا كان ليا ابن وطفل وانا ما، قال له منين، قال له من هنا وانا من هنا. اكتشف الراجل فجاه ان ده ابنه، ان ده ابنه، وما شافوش من قد ايه سنين، طول المدد قد ايه. كان في ناس من اللي بتخرج يتصلوا باهلهم تعالوا خدونا ليه، يقول له احنا مش عارفين اصلا بيوتنا، ما عدناش نعرف نروح بيوتنا، ده سنين طويله. مين اللي عاد فاكر بيته فين اصلا؟ شاب هناك كان دخل وعنده 14 سنه، بقى عنده 28 سنه، قضى جوه اكتر من اللي ده بره في عمره، ولسه الله اعلم، الله اعلم لسه له قد ايه. كام يا اخوانا، كام واحد خرج من هناك بشلل نصفي، كام واحد خرج من هناك بشلل رباعي، كام واحد خرج من هناك بمرض في الكبد او مرض في الاعصاب او عمى، او خرج من هناك ميت، كام واحد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. من اجلك يا فجر الاسلام كم تحلو في الليل الالام، بجمالك تصطبغ الاحلام، تتفتق بالوعي الافهام، وتعانق طلعتك الايام. من اجلك يا فجر الاسلام، من اجلك يا فجر الاسلام. حولوا جوه كل حاجه عذاب، الاكل بقى عذاب، الشرب عذاب، النوم عذاب، النوم كل واحد له 40 سنتي ينام فيهم. طب ينام فيهم ازاي 40 سنتي دول؟ كانوا جوه يعني يضحكوا مع بعض، ما يقولوش باسمك يا ربي وضعته جنبي، يقولك باسمك يا ربي حشرته جنبي وبك ارفعه. 40 سنتي الشرب، كانوا يخلطوا الميه بميه المجاري، تعذيب. الاكل كان يعني على راي الشيخ كشكي، مش فول مسوي، السوس مفول. سبحان الله، احد اخواني مره بيقول لي شاف برميل عدس كده بيغلي، قطه طلعت عليه عايزه تدوق منه، قامت نازله جوه ميته. بيقول لو انا قلت للناس هو مفيش اكل غير ده هيموتوا من الجوع من غيره، بيقول اضطريت ان انا اكتم واعمل قدامهم ان انا باكل في ذلك اليوم، وضيع هذه الوجبه من غير طعام عشان يعني يجي لهم نفس ان هم ياكلوا. حتى الحمى بقى عذاب، ما كانوش يسمحوا بالحمى او الغسل الا في حالتين، لو عايزين يكهربوا الاجساد والكهرباء مع الميه تجيب مفعول اكبر، او يكبوا جاز بدل الميه، او لو هم بيعذبوا الملتزمين لقوا ان ريحتهم ما عادوش قادرين يستحملوها فخلوهم يغتسلوا عشان يقدروا ان هم يعذبوا وهم نفسهم مفتوحه مش هم نفسهم مقفوله. سبحان الله العظيم، كل هذا كان بيحدث. ان بطش ربك لشديد، والله. والنهايه كانت ايه؟ عاقبتهم في الدنيا كان ايه؟ اللي مات ودخل فيه سياخ حديد وسائق بالعربيه ودخلت في كل حته في جسمه ما عرفوش يخرجوا جسمه من الحديد، واللي مات وقع بالعربيه في بلعه مجاري مهما غسلوه بعدها ريحه المجاري لم تغادره حتى دخل قبره. واللي كان واحد من ضمن هؤلاء الظالمين، وواحده رايحه تزور جوزها وهم واخدينه، فبتقول له اشوفه بس، قال لها ده متأيد، قالت له طب خد 100 جنيه وخلينا نشوفه يعني، قال لها طب خلاص شوفي. راحت تشوفه وجوزها متأيد وما شافتوش من سنين، ما يعني ما روحش بيته من سنين، قدام كل الناس قامت موطية على ايد جوزها وقامت بيساها. ذلك الظالم جن جنون وقعد يشتفوا من الاثنين، ده احنا بنعمل لمراتنا العجب وبيدونا الجزم، انت عمل لك ايه ده عشان تبوسي ايديه؟ عمل لك ايه؟ مش ربنا بيقول فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حتى في هذه الظروف وهو في حياة طيبة وهي في حياة طيبة. اللي جاله من انهيار عصبي بسبب الاحداث الاخرانية، سبحان الله انتقام ربنا. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ احنا شفنا القرآن قدام عينينا، شفنا يا رب اللي انت بتفعله بالظالمين قدام عينينا، شفنا ولسه يا رب في الاخرة هنشوف. ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. التانيين اخوانا الملتزمين ياما تحملوا والله يا اخوانا، يعني واحد قال حفظت سورة النساء، فواحد بيقول له حفظتها ازاي؟ قال له الفانيلا كتبت، ممنوع يدخل ورقة مصحف، كتبت عليها سورة النساء وحفظتها. واحد تاني كان عنده أمراض جلدية بيوصف لهم مراهم، يعني من الأمراض اللي في هذا الجو الرهيب، تلج في الشتاء وحر نار في الصيف، ضحوا بالمرهم، كتبوا بالأنابيب بتاعته القرآن على الجدار عشان يحفظوا القرآن الكريم. وربنا كان معاهم، ربنا بلطفه سبحانه وتعالى كان معاهم، ربنا كان معاهم يا اخوانا. واحد خرج دخل وقف كليه الطب، قعد هناك يجي 15 سنه ولا 16 سنه، خرج قرب ال 40، زمايله بقى هم دكاترته اللي بيدرسوا له في الكليه، قعد يذاكر وتفوق بقى استاذ في كليه الطب وبقى من اشهر الاساتذه في مصر كلها. واحد تاني كان لا يملك الا معزه وهم بياخدوه، قالوا له 5 دقايق، قال لمراته ما نضمنش الكلام ده، لو اتاخرت عليكي
بيع المعزة وتجري في اي حاجة. باعت المعزة وتجرت في الجبنة, اتشهرت بقى الناس بتحجز عندها, بقت بمواعيد عشان تبيع الجبنة. خرج لامراته ربنا فتح عليها في التجارة, ربنا لم يتركهم. واحد تاني كانت والدته جت تزوره, الوحيدة اللي لها في الحياة, والدته قالت له يا ابني سامحني يا ابني ما عدتش اقدر اجيلك يا ابني, انا خلاص والله يا ابني بمشي خطوتين واقعد خطوة, انا مش قادرة مش قادرة ان انا اجيلك, سامحني يا ابني لو ما عدتش اجيلك. اللي بيحكي لي بيقول لي كان معاه, بيقول لي فضل اسبوع كامل اللي يبكي ويتوسل في السجود ان ربنا يخرجه عشان والدته, ما لقاش حد غيره سبحان الله العظيم عشان والدته. بيقول اسبوع ولقينا نداء جاي فلان الفلاني افراج وزير. بيقول افراج وزير ده ولا في الخيال اصلا, فلان ده ملوش حد في الدنيا ولا له اي حاجه في الدنيا اصلا. افراج وزير مين اللي جاب هذا الافراج؟ مين اللي خلى وزير يتذكر مين ده وسط كل الموجودين؟ سبحان الله العظيم, ربنا موجود ورغم كل ده ورغم العذاب اللي كان فيه اللي جوه والتهديد اللي كان فيه اللي بره, رغم كل ده الاعمال الخيريه 20% من شعب مصر الملتزمين والملتزمات هم اللي بيكفلوا اسر 20% من شعب مصر, مش باحصائياتنا احنا, ده باحصائيات عالميه. 20% يعني كم مليون؟ 10 مليون 15 مليون كام؟ 20% بيكفلوا من الملتزمين والملتزمات. ايه المجهود الرهيب الخيري ده؟ عايزين حكم, اللي بيعملوا كده عايزين حكم, اللي بيعملوا كده يتقالوا انتوا كنتوا فين؟ ده كانت حصل سبحان الله العظيم. وفي الدعوة إلى الله في كل مكان, في كل مكان في الدنيا رغم الضغوط كان جهد الدعوة إلى الله وجهد ممارسة الدعوة والجهر بكلمة الحق الوطنية. أنا أزعم يا أخواني والله أنا لما بقعد في أي مكان بحس إن أنا أكتر واحد في الدنيا دي بحب مصر. عشان إيه؟ لأن أنا حاسس الوطن ده قيمته إيه للإسلام, حاسس الوطن ده قد إيه عز للإسلام, حاسس أبناء الوطن ده قد إيه أمل للإسلام, قد إيه جواهم طاقات. ولكن اتقتلت جواهم الطاقات دي. أكبر جريمة عملها هؤلاء الظالمين, أكبر جريمة عملها ذلك النظام امن الدولة ده, اكبر جريمة يا اخواننا مش التعذيب, اكبر جريمة انه يشكك الناس في بعضها, انه خوف الناس من كل حاجة, انك تحس ان تلفونك متراقب وبيتك متراقب, انه خلى الاب يدوس بالجزم على رقبة ابنه عشان يحلق دقنه او عشان تخلع نقابها. اكبر جريمة كام مرة صد عن سبيل الله بسببهم يا اخواننا. الموضوع ده مش هيرجع تاني, الخوف ده مش هيجي تاني, اللي كان بيحصل من اكتشاف مقابر وهياكل عظمية تحت مبانيهم مش هيحصل تاني. سيد بلال الله يرحمه مش هيتكرر تاني يا اخوانا. خلاص مصر ان شاء الله بلد هترجع لاولادها, بلدنا هترجع لينا, هي لسه ما رجعتش يا اخوانا. لما يبقى صوتي وصوتك وصوتك هو اللي بيختار اي حد من مراكز القضاء في البلد, ساعتها البلد بقت بلدنا, ساعتها البلد بقت بتاعتنا بقوانين ودساتير وضمانات قانونيه موفقه, ساعتها البلد بقت بلدنا يا اخوانا. عايزين نسأل كل واحد كان في الإعلام انتوا كنتوا فين؟ كنتوا في اختنا المسلمة اللي قتلت من كذا يوم وابنها قتل معاها وبنتها طعنت وجوزها طعن, انتوا فين؟ اشمعنى ده ما اتكلمتوش عنه؟ دي لو كان واحد سلف اللي عمل كده كان حصل في ايه؟ مش كانت الدنيا كلها قامت عليه؟ فين اللي احتفلوا بغزه واريحه ايام ما اليهود ادوهم للفلسطينيين؟ يعني انا صاحب برج كبير قالوا لي طب خد اغتصبوه, قالوا لي خد اوضه على السطح نعمل حفله ونعمل فرح, فرح على ايه؟ مش دي خيانه اعلاميه؟ كفايه خيانه, كفايه خداع للناس, كفايه لما بنقول كاميليا شحاته ولا بنقول احنا طب وفرض ما كانوش سبتوا على اسلامهم, احنا مش عايزين حاجه عايزين نشوفهم بس, دقيقه واحده والازمه كلها تتحل. يقولوا عقيدتهم ايه؟ احنا ما بنجبرش حد على اي حاجه, اكتر دين متسامح على وجه الارض كلها هو الدين الاسلامي. انا لا اقول ان الاعلام كله بتاعنا خداع وكله خيانه, وان كان ده كثير جدا فيه, ولكن في اعلاميين شرفاء, في صحفيين شرفاء. يعني احد الاعلاميين اللي عمل مقال على هذه المسلمة التي قتلت وهو بيقول دي لو كانت سلفية, ده لو كان سلف اللي عمل كده كنت عملته في ايه؟ هذا الاعلام يعني استاذ بلال يعني له مواقف وان اختلفنا معه في الفكر. يا اخواننا في الله يا شباب ليه خير الشهداء اللي بيقول كلمة حق؟ ليه الواحد عارف بعد الثورة دي؟ لان كلمة الحق حتى لو مت بسببها هي اكتر حاجة بتغير في الدنيا كلها. 800 واحد اشتروا حرية 80 مليون واحد بسبب تضحيتهم. احنا الوقت عايزين الظلم يترفع عن الاسلام. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان كل واحد يملك منبر, كل واحد يملك قلم, كل شاب يملك كلمة, كل واحدة تملك صوت, كل مسؤول يملك مركز يرفع الظلم عن الاسلام في البلد. النقاب والحرب على النقاب الوقتي ازاي يا اخوانا؟ لو جه
دكتور قالوا له الحق في عيان رجل من رجليه الاثنين جري فيها الدود وجي فيها غرغرينة ولازم تتبطر وهتسبب تسمم في الجسم كله لو ما لحقتناش. راح كشف رجلين العيان لقى رجل سليمة ورجل كلها دود وكلها تسمم. قال لا ده لازم فورا تتقطع الرجل اللي هتموته. وقدام الناس مسك المشرط وبدل ما يقطع في المريضة قعد يذبح في السليمة ويقطع في السليمة. ده دكتور ولا ده إجرام؟ الوقت ازاي يحاربه في المرقبات؟ ازاي يحاربه في الملتزمات؟ ازاي يحاربه في الرجل السليمة اللي في المجتمع؟ في الناس اللي عايزة تصلح بحقه حقيقي؟ ازاي يحاربه في دعاة السنة، في دعاة الإصلاح على منهج الله، الناس اللي عايزة تصلح بحقه حقيقي؟ زمان لما امرأة من الروم، واحد من الروم يعني ربط صبها في المقعد اللي هي عليه انكشف جزء من جسدها، واحد دخل وقتل بسبب امرأة مسلمة غيرة على الحجاب، والحجاب ده قليل، هو حجاب المرأة المسلمة ده قليل، وبعد كده صرخت وقالت ومعتصمات. الرجل الرومي قاعد يضحك عليها وقال لها كأنه يأتي إليك على فرس أبلج، احلمي بقى أن الحصان، إن المعتصم يجي لك على فرس أبيض أبيض. فلما سمع المعتصم صير جيشا ودخل وفتح المدينة وقال أين المكان الذي أهنت فيه المرأة المسلمة، وراح وجاب ذلك الجندي من الروم وقال لها يا أختاه لقد جئت إليك على فرس أبلج، ألم تقولي ومعتصما لبيك يا أختاه؟ الوقت بيبعتوا يقولوا بعتوا لنا حبوبنا حمله حتى لا نحمل من الامريكان، سبحان الله العظيم. ومعظم اللي دخلوا سجن ابو غريب دخلوا يا هم انتحروا بعدها يا اهلهم، هم اللي قتلوهم لان هم كانوا يصوروهم في قهرا عليهم في اوضاع سيئه ويبعتوا صور لاهلهم ويقولوا لهم ده كان باختيارهم. سبحان الله، كل هذا الظلم كفايه ظلم. اخوانا الامه ديت ليس لها الا الاسلام، الامه دي لم تحب شيء في حياتها قدر حبها للاسلام. البلد دي على فين يا مصر يا اخوانا؟ يعني انا ببشر كل مرقبه ان لا يمكن حد يتعرض لها في ظل ظروف الحريه ديت، في ظل ظروف احترام الاحترام وضع الدين في البلد بعد هذه الثوره. يعني مش عايزين نقلق اخواتنا، مش عايزين نقلق ابدا، مش عايزين نقلق. ومش معقوله واحد ملتزم هيشوف اخته بيكشف وجهها غصب عنها وهيسيبها، لا يمكن. هذا كلام لن يطبق. يعني امبارح كانوا بيطبقوه السنه اللي فاتت نفاقا في ناس، الناس دي خلاص راحت، هيطبقوه نفاقا في مين؟ يعني عايزين نطمئن اخواتنا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يا شباب كلمه الحق، يا شباب يا شباب الدين ده مش دين السلفيين والاخوان بس، الدين ده مش دين اي حد في تجمع اسلامي، الدين ده ديننا كلنا. الدين ده قضية الحجاب اللي اتمنع في فرنسا او النقاب قضيتنا كلنا، قضية قسم العراق لثلاث اجزاء قضيتنا كلنا، قضية ذبح جنوب السودان قضيتنا كلنا، قضية النقاب في جامعات مصر قضيتنا كلنا. يا اخوانا اي قضية دين قضيتنا كلنا. يا اخوانا في الثورة الحقوق الدنيوية المهدرة، حقوق الدنيا المهدرة قومت الدنيا كلها. طب حقوق الدين يا اخوانا، الحقوق الدينية زي حق النقاب، زي حق الشريعة الإسلامية، أين القومة من أجلها؟ أين القومة من أجلها؟ أين؟ يعني اللي عايز يقول حاجة على شريعة ربنا النهاردة يقولها. في ذلك المجتمع الذي يعشق الإسلام، من يومين كنت في الأزهر، الواحد عقله تاه يا اخوانا. أنا والله والواحد بيلف بفضل منة الله كليات والجامعات والمؤتمرات في مصر بفضل منة الله، من شمال لجنوب ومن شرق فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. لم أكن أتخيل أن الدين محبوب في هذه البلد لهذه الدرجة، وأن الناس مقبلة لجامعة الأزهر. رحنا ثلاث مدرجات، المدرج اللي أنا كنت فيه بس قلوب، والله ما بقول كده من أي باب إلا باب أن احنا نعرف الدنيا كلها الإسلام. الإسلام أرضه قد إيه يقف على أرض صلبة في مصر. رحت المدينة الجامعية مع شيخنا يعني الدكتور سعيد عبد العظيم، رحت هناك انا بويرت من العدد اللي قدام، قلت لهم انا نفسي نصور هذا المنظر عشان نبعته لكل علمان عشان يعرف البلد ديت، البلد دي مع مين، البلد دي بتحب دينها قد ايه. ببص على شمالي لقيت الشباب طالع على الشجر مش لاقي مكان، متسلق الاشجار مبهور. قالوا لي طب بص الناحيه الثانيه، ببص لقيت مسجد ورايا، الشباب طلع على السطح بتاعه مش عارف جابوه منين. بتكلم لقيت العدد اللي بره الخيمه وبره الموضوع ده اصلا عدد كبير جدا اللي ما لقوش مكان جوه اصلا. سبحان الله، واحده خارجين الناس عامله مظاهرات. ليه كل ده؟ كل ده عشان يقولوا ما بيحبوا دينهم قد ايه. قلت سبحان الله، قلت ذلك الازهر الذي بنوه يوم بنوه من اجل ان يكون منبرا لنشر الشيعة، فاذا به تخرج منه جحافل السنة، فاذا به يخرج منه ابطال الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي حافظ الازهر؟ مين اللي حامل الازهر غير ربنا؟ غير ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي حافظ ذلك الازهر الشريف غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا يحفظ الازهر ويحفظ رجال الازهر ويحفظ العاملين لدين الله ويحفظ شباب الازهر.
يا اخوانا يعني احنا عايزين نعرف البلد دي بتحب دينها قد ايه. اللي بيحارب هوية الاسلام ربنا بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ده ظالم. اللي بيحارب الهوية الاسلامية في مصر ده عايز الظلم يرجع، عايز الظلم ينتشر. متر الوطن بكام؟ متر الوطن بكام يا اعلام مصر؟ يا مسؤولين مصر، يا اللي كنتوا زمان ظالمين في هذا الجهاز في مصر، متر الوطن بكام؟ حد منا يقدر يبيع وطنه؟ حد مننا يقدر يبيع انتمائه؟ حد مننا يقدر يبيع ادميته؟ عايزين يبقى عندنا انتماء يا جماعه. زمن بيع الوطن انتهى، زمن بيع مصر عز الاسلام انتهى. عايزين كل واحد مننا يبيع حياته عشان الوطن ده ربنا يعز بيه، يعز بيه الاسلام. يعني بكره هيرجع جهاز الامن الوطني. نتمنى يا اخوانا، نتمنى ضمانات قانونيه تعرفنا ان اللي كانوا بيظلموا امبارح دول اتحاكموا، لان دول اكبر ناس ظلموا في مصر، دول اكبر ناس لازم يتحاكموا في مصر. عايزين ضمانات قانونيه، عايزين ضمانات تعرفنا ان بعد كده مفيش حاجه اسمها استدعاء، مفيش حاجه اسمها ظلم، مفيش حاجه اسمها افتراء. عايزين ضمانات. دي بلدنا، مش هنرجع نخاف تاني، مش هنرجع نخاف، وده حقنا وده مطلبنا. واي مسؤول في البلد دي ما هو الا خادم للشعب، خادم من اجل ان الشعب ده يعيش في رخاء، والشعب ده يعرف دينه، والشعب ده يامن. ديت هو دي جميع المواثيق والدساتير الدوليه. ما بنقولش اي كلمه عيب، ولا بنقول اي كلمه فيها خروج عن اي شيء. من اول حتى ما العلمانيين نفسهم طلعوا العقد الاجتماعي، وبدا كتاب العقد الاجتماعي يقول للناس ان ده عقد ما بين المسؤولين وما بين الشعب، من اجل ان دول يخدموا دول، مش من اجل ان الشعب يخدم ده. المعادله كانت معكوسه. والوقت خلاص، بعد ما كنا كومبارس في بلدنا بقينا ابطال في بلدنا، بلدنا رجعت لنا. ولكن لحد دلوقتي، لحد ما يبقى حريات الانتخاب السياسية قوانين موثقة بالضمانات في بلادنا، البلد لسه مش بلادنا يا جماعة. ولكن مصر ربنا مش هيسيبها. اللي حافظ مصر ربنا، واللي حافظ الأزهر ربنا، واللي أزال الظلم ده كله عنا ربنا سبحانه وتعالى، واللي رجع لنا بلدنا تاني ربنا، واللي حافظ الثوار بحين ان بلاد تانية مش عارفة توصل اللي ربنا وصلنا ليه. ربنا قال لإن شكرتم لأزيدنكم. ربنا اللي أكرمنا، وربنا اللي رفعنا، وربنا اللي غير هذا الحال. عايزين ما ننساش هيمنة ربنا على مقدرات كل شيء في الكون، لأن اللي هينجح مع ربنا هينجح في كل شيء في حياته. يا شباب، يا شباب، الدين ده دينكم، العقيدة دي عقيدتكم، البلد دي بلدكم، الانتماء ده لازم يكون عندكم، لازم يكون في إيجابية. لو شباب التحرير قالوا يا رب غير النظام من غير ما ينزلوا كان حاجة اتغيرت. يا شباب، يا كل شاب في كل جامعة، في كل كلية، في كل نادي، في كل مدينة، في كل بلد، في كل قرية، في كل نجع، في كل بلد من بلاد الصعيد، في رجال الصعيد مصر، يا شباب البلد دي بلدكم، ربنا سبحانه وتعالى فتح على ايديكم. اوعوا تضيعوا الفتح ده، لازم تنتقلوا من انجاز لانجاز. اوعوا تستقلوا بنفسكم. اللي هيقللك من قيمتك يبقى عايز يدمرك، وعايز يدمر البلد دي معاك. اوعى، انت انسان الوقت العالم كله مبهور بينا بسببكم. انتم يا شباب، انتم اللي رفعتوا راس البلد دي باذن الله سبحانه وتعالى، انتم اللي ربنا استعملكم ان البلد دي ترجع تاني، وان البلد دي تتحرر تاني. اوعى تسالوا امكانياتكم، اوعى تسالوا بقيمتكم، اوعى تسالوا انتوا كل واحد منكم ممكن يبقى بطل، ممكن يبقى فاتح. مصر دي ولاده، مصر دي بتخرج خير اجناد الارض في البلد، في الارض كلها. مصر ديت البلد اللي باذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيقيم الدين في الارض كلها باذن الله سبحانه وتعالى، على ايد هؤلاء الاجناد مع اجناد الاسلام في كل دول الاسلام باذن الله سبحانه وتعالى. موضوع النهارده سكتته ليه؟ كان رسالة أساسا للإعلام بتاعنا اللي قاعد يتكلم عن قطع الودان ومية النار، وعارف إن كلها أكاذيب. اتقوا الله، الكلمة هتتسألوا فيها في قبوركم وبين إيدين ربنا. اتقوا الله، بيننا وبينكم القنطرة. اتقوا الله، أي كلمة بتتقال على دعاة الحق كأنكم بتقولوا كلمة على دين ربنا، لأن ده فيه هدم لدين الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، الصحفيين الشرفاء، الإعلاميين الشرفاء دافعوا عن دينكم، دافعوا عن قضية دينكم، دافعوا عن قضية الإسلام. ده دينكم، ده دينكم. مصر فيها ناس أهانت دينها أكتر. الناس كلها بتكر، اللي بيعبدوا الفيران بيكرموا الفيران، وإحنا ربنا ينزل لنا النور ده من فوق سبع سماوات وإحنا كده. إخواني في الله، أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في هذه الأرض. ربنا يرفعكم بالإسلام، ويرفع بكم الإسلام، ويعزكم بالإسلام، ويعز بكم الإسلام، ويكرمكم بالإسلام، ويكرم بكم الإسلام. كلنا إيد واحدة يا شباب، كلنا ايد واحدة يا اهل مصر، كلنا ايد واحدة عشان البلد ديت تبقى اعظم بلد في الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم اعصم اعيننا من النظر للحرام، اللهم اعصم قلوبنا من تمني الحرام، اللهم اعصم ألسنتنا من النطق بالحرام، اللهم اعصم بطوننا من اكل الحرام. اللهم اعز مصر بالاسلام، واعز الاسلام
الإسلام بمصر. اللهم أخرج منا من يدافعون عن دينهم. اللهم أقم مصر بالإسلام يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. أنت العنوان وأحلى